أميرتي المحبوبة وسيدة قلبي جاي لك وطالب الصفح وجايب لك أحلى بوكيه ورد مش خسارة فيك وجاي أقول لك إن أنت تشرفيني وتشرفي بلدي وناسي كله. قلت لباباك؟ هي سيرة كل ما كلمك تقولي قلت لباباك يجيب لك ربابة تغنيها. قلت لباباك؟ طب أعمل إيه؟ أحش قلبها بمنجل وأكله عشان تحن ولا أعمل إيه؟ ده إحنا اللي ناكلك يا أبوي. شفتي؟ قلت له يا قلبي. قلت له كمان مرتي تشرف أي حد. أنت تقبلنا أنا ومرتي؟ يا ترفضنا أنا ومرتي. خلود دي أنا وأنا خلود. انت بتتكلم بجد؟ طب قال لك ايه؟ يا لهوي في ثانيه قول. قال لي ولا عايز اشوف وشك ولا اشوف وش مراتك وقفل السكه في وشي. اتبستي بقى سدي بقى على الصعايد ادي ابوها قفل دماغك فكيها بقى. مش بس كده انا ناوي كمان ابدا المعرض على الجد لحد ما اكبر. وانا معاك وفي ظهرك. رضيتي عني يعني؟ وحشتني غالي قوي. ها عليا يعني؟ لا مفيش حاجه تقول عليك. ايوه كده. ابويا الحمد لله على سلامتك. اديني الوقت. ده ابني نايم. الواد ده مش شبهك. نعم شبه انا خالق الناطق يا ولد المحروق. تعال يا بنتي لا جاي. انا تعالي. نعم يا عم. سميته ايه يا باشا مهندس؟ سميتها سند. سند محرم سند. الله ربنا يجعله سند لينا كلنا. وانت مش ناويه تجي بلد ولدك يا ام الواد؟ عاوزه تخليه بحراوي اياك. يكون في علمك عيال المنزلويه لازم جذورهم يكونوا مثبتين في الصعيد، يعني كل شهرين لازم تاجوا. وانا بديك الساعه يا عمي لما اروح البلد. ربنا يخليك لينا ولا يحرمنا منك ابدا. اخر الشهر هننزل البلد. لا امك من ساعه مهدي ما قال لها انك خلفت عامله مندبه عايزه تتلكلك ببردتها وتجيلك. انا بحب الجو يا ابوي. هديت حفيدي سند الصغير عشان المشروع بتاع السنتر. الله ده ايه الخبر الحلو ده؟ تفكر جو ابوي فرحت قلبي. يكون في علمك انا شريكك يعني المكسب بالنص والخساره عليك. انت تؤمر يا ابوي. يلا تعالوا معايا نروح نتعشى بره احسن مطعم في البلد وبعدها اتكل على فضل كريم اسافر على البلد. لا يا ابوي انت لازم تتوق واكل يا خلود. انا عامله محشي فريك تاكل صوابعك ورا. محشي فريك؟ حمام يعني؟ حمام. بس في شرط. ها؟ الواد سند الصغير يقعد جنبي. خده من دلوقتي اهو يبطل زن من علينا شويه.